يعني زي ما قلت قبل كده يا استاذ طارق، مهرجان مبهر ومتنوع، بس السنه دي النسخه الثانيه منه بتنعقد في ظل ظروف عالمية صعبة جدا جدا. ايه اللي اختلف في اجندة المهرجان علشان يتواكب ويتواءم مع هذه الظروف؟ من اول توجيه 60% من ارباح المهرجان لغزة لاهالينا في غزة. وانا بعتبر انه قضية فلسطين عموما هي قضية مصرية طبعًا. مش قضية عربية فقط، لا مصرية بالضرورة، وبالتالي كان لازم، وفي نفس الوقت لازم الرسالة توصل، بمعنى انه حصل التباس. هل انت ما تعملش حفلات ولا مسرحيات ولا افلام ولا مهرجانات ولا زي كان البعض بيطالب بكده، ولا لحد امتى؟ لانه الازمة مستمرة، وحتى بعيدا عن ده ما احنا عشنا بعد 67 وكانت ام كلثوم بتغني وعبد الحليم بيغني، ومش بيبدا بغنوة وطنية والباقي كله عاطفي، هو وتوجه المجهود الحرب لايه؟ للقوات المسلحة طبعا. يعني عايز اقول يعني التوقف ده اسهل قرار مش اصعب قرار. اصعب قرار او القرار الحتمي انك تستمر طبعا في تقديم الفن، وفي نفس الوقت يبقى عندك رسالة بتقولها انه يا جماعة الارباح جزء منها هيروح لاهلنا في فلسطين، وده اللي حصل. وهل انعكس ايضا على موضوع الفعاليات؟ يعني هل في بعض الفعاليات بتناقش القضية من طبعا في اغاني أخرى؟ طبعا زي ودادي مثلا قالت، لما وديدي قالت اغاني فلسطينية، ومحمد منير. يعني لا انت مش بتنعزل خالص، مش لا تنعزل ولكن بتقدم ابداعك بتنوعاته. ومش شرط انه الغنوة تبقى وطنية او تبقى عن فلسطين عشان يبقى التوجه لفلسطين. يعني مش شرط، لكن انك انت اوريدي خلاص العنوان بتاعك ايه، هو ان احنا صحيح حاسين انه في قسوة وفي دموية وفي عنف مفرط من العدو الاسرائيلي، لكن في مقاومة عظيمة من الفلسطينيين. مين هو جمهور المهرجان يا استاذ طارق؟ يعني مين الفئات المستهدفة؟ مصري وعربي ودولي. يعني هو طبعا البعد السياحي احد الاهداف الرئيسيه. انك انت العالمين مدينه، يعني مدينه في التاريخ، دخلت التاريخ من زمان، من الاربعينيات، من اول حرب العالميه الثانيه هي طبعًا في التاريخ، بس كان تاريخ مرتبط بالغام، فزي تحيل الالغام الى انغام. ده جميل، ده انا قريت التعبير الجميل ده ليك يا استاذ طارق، جميل فعلا. فازاي هم فعلا هو ده الموضوع. اوريدي المدينه العالم كله يعرفها. طب انت دلوقتي خليتها فعلا قبله للسياحه، وايضا توجه ابداعي. ومن السنه اللي فاتت الحفلات بتقام، والسنه دي الدائره بتتسع طبعا. واتمنى لانه يبقى في توجه ايضا دولي. يعني يتسع المهرجان بابعاده ويبقى في كمان جزء دولي. طبعا هو ده يعني المأمول الحقيقة، انه يبقى فيه نجوم بقى عالميين. امتى ده يتحقق يا استاذ؟ بص انا هقول لك، يعني ده موجود مسجل في التلفزيون، موجود مع بداية انشاء التلفزيون المصري مطلع الستينيات. احنا التلفزيون فتح سنة 60 يمكن 61 62 الاسبوع ده تمر 64 سنة. ايوه كان بتحديدا 21 يوليو. كويس، ده حقيقي. مصر قدمت مهرجان عالمي للتلفزيون ايام عبد القادر حاتم، كان وزير الاعلام الاسبق طبعًا. وكان سمير صبري هو اللي بيقدمه وجيب نجوم من العالم. وبتعرف سمير لغات سمير يعني يوصف كاهم مقدم برامج عالمي مش بس عربي، لانه كان يرقص ويغني ويحاور وبلغات مختلفة، وبلغات وبثقافة، وعربي وانجليزي فرنساوي وثقافة واسعة ومرونة وخفة ظل واذن موسيقية. فتخيل انت كان كل ده بيتعمل في مطلع الستينيات. فبالتالي لا التوجه الدولي اعتقد او العالمي مش صعب قائم.